ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، وخصوصا منتخب مصر مع موزمبيق. كل التوفيق للمصريين. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتعقد البورصة المصرية للسلع جلسة جديدة للتداول على سلعة القمح المستورد لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص لتوفيره بسعر عادل، حيث تستهدف البورصة تقليل حلقات التداول للمنتجات والحد من ارتفاع الأسعار، الأمر اللي بينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك. النهاردة هيتم تنظيم المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، واللي بتحل عليه النرويج كضيف شرف، وده في تمام 12 ظهراً بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. وبيشهد المؤتمر الكشف عن أبرز ملامح الدورة 55 وعدد الدول المشاركة وأهم الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية اللي هيشهدها المعرض هذا العام. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية. يلتقي منتخب نيجيريا مع منتخب غينيا الاستوائية في تمام الساعة 4 عصراً. في 7 مساءً يلتقي منتخب مصر مع منتخب موزمبيق، وفي 10 ليلاً منتخب غانا مع منتخب الرأس الأخضر. لعشاء الكرة الأسيوية النهاردة موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأسيوية. هيلتقي منتخب اليابان مع منتخب فيتنام الساعة 1:30 الظهر، وفي 4:30 عصراً هيلتقي منتخب الإمارات مع منتخب هونغ كونغ، وفي 7:30 مساءً هيلتقي منتخب إيران مع منتخب فلسطين. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراتين قويتين في إطار الجولة 21 من عمر المسابقة. هيلتقي أفرتون مع أستون فيلا في 4 عصراً، وفي 6:30 مساءً هيلتقي مانشستر يونايتد مع توتنهام.